نحن نؤمن إلى النفس الأخير أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، لكنه ليس مجرد الله، لكنه لاهوت ونسوت، ولاهوته لم يفارق نسوته. نسوته الطبيعي يجعلنا نؤمن أنه كان ينمو نموا طبيعيا، كان لنسوته احتياجات جسدية، وكان أيضا لنسوته احتياجات نفسية. كان يحتاج إلى العائلة لإشباع احتياجاته النفسية، كان ينمو في هذه العائلة، ولكن أيضا كان يتألم في العائلة. عائلته لم تؤمن به ولم تقدر ولم تكرم، بل قالوا عنه أنه مختل. كيف واجه المسيح هذه الألام التي أتت من أقرب دائرة؟ كيف تفاعل مع الألم عندما يأتي من المحبين؟ هل جعله ألمه ينطوي على نفسه أو يحوي في داخله مرارة للآخرين؟ هل أفقده إيمان عائلة به إيمانه بالضعفاء والمساكين؟ كلا، لم تظهر نفسية سوية وشخصية مكتملة مثل ما ظهرت شخصية المسيح على الرغم من كل الألام التي عاناها في عائلته. في هذه الحلقة أناقش معكم أحبائي ومع الشباب كيف واجه المسيح الألام التي أتت من العائلة، فأهلا بكم. مبهور علي بجمالك وأنا بنظر ليك، لو عشت حياتي أختبرك وأتعرف بيك، ونزاد وحتى على عمري مش هيكفيك، لو قلت وكتبت أقلامي مش هيوفيك. متفرج انت يا يسوع اعجابي زايد بيك، يا خسارة اللي ما داقك هيلاقي فين زيك. متفرج انت يا يسوع اعجابي زايد بيك، يا خسارة اللي ما داقك هيلاقي فين زيك. أرحب بكم أحبائي المشاهدين، وبرحب بالشباب. حلقة جديدة، الثالثة والأخيرة في وقفتنا أمام المسيح وعائلته. حلقتنا النهاردة شباب هتكون عن الألام التي واجهها المسيح وسط عائلته. وقبل ما أستعرض معاكم الألام دي ونتناقش فيها ونشوف إحنا بنستفيد منها إيه وبنتعلم منه فيها إيه، عايز أركز على نقطة يمكن وضحناها قبل كده في حلقات، لكن أحتاج المرة دي أوضحها أكتر. نحن نقترب بكل إجلال واحترام من شخص المسيح كإنسان، نقر ونعترف ونؤمن إلى النفس الأخير أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وأن لاهوته لم يفارق نسوته. لكن أيضا نؤمن ونقر ونعترف إلى النفس الأخير أن نسوت المسيح كان نسوتا كاملا، وخلوه من الخطية لا يجعله يخلو من المحدودية. فالمحدودية قيمة جوهرية في الإنسانية، الغير محدود لا يمكن أن يكون إنسان. إنسانيتنا جوهرها محدوديتنا. فلما نقول ان يسوع كان عنده نسوت كامل، نحن نؤكد انه كان نسوتا محدودا. يعني ايه محدود؟ يعني بيجوع، ولما يجوع مش هيشبعه غير الاكل، وكان يعطش ويحتاج للماء، كان يتعب ويحتاج للراحة، وكان يجهد ويحتاج للنوم. اسمعوني في اللي جاي بقى، وزي ما كان عنده احتياجات جسدية كان أيضا عنده احتياجات نفسية. فكان يحتاج إلى أم تحتضنه طفلا، لا لكي ترضعه فقط، لكن لكي تشبع احتياجه الإنساني الطبيعي كطفل للحنان، الشعور بالأمان. كان يحتاج إلى صديق، فقرب من مجموعة من التلاميذ ثلاثة إليه، ومن الثلاثة قرب واحدا يشعر بالإلفة معه، هو يوحنا. وعندما جاءت ليلة ألامه
طلب منهم أن يسهروا معه. شعر بعوزه لمعية صديق في الوقت الصعب. كان يسوع إنسانا بكل معنى الإنسانية. لا أضيف شيء بقى وأقول خلوه من الخطية جعل احتياجاته النفسية أكثر وضوحا. تشوهنا بالخطية يجعل احتياجاتنا النفسية في أوقات معينة إما مبالغ فيها أو مكبوتة أو مشوهة، لكن يسوع لأنه نقي جدا من أي تشوه فكان بيبقى عنده احتياجات نفسية. فمثلا عندما دخل بيت سمعان أعلن بعد موقف سخيف أنه كان يحتاج للترحيب به كأي شخص طبيعي. عندما يدخل إلى شخص يزوره شيء طبيعي إن اللي أنا بزوره يرحب بي. فقال له دخلت بيتك وقبلة لم تقبلني. احتياج نفسي وعبر عنه. هذه هي الصحة النفسية. كان عنده احتياج وبيعبر عنه بيقول له أنا كنت استني إنك ترحب بي. ولا يشعر بغضاضة أبدا في أن يعبر عن احتياجه النفسي. ماء لأجل رجلي لم تعطي. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه لما هبدأ دلوقتي أتكلم عن معاناة المسيح في عيلته محدش يقول لي بس ده المسيح إزاي يعاني؟ لا عانى. هو المسيح تفرق معاه إيه يعني لما ما يفهموهوش ولا ما يقدروش؟ لا تفرق معاه، تفرق معاه قوي. صعب عليه لما مريم أكرمته وكسرت قارورة الطيب على رأسه وعلى قدميه وابتدأ كل التلاميذ يؤنبونها. تفتكروا قال ايه؟ لماذا تؤنبونه؟ انها عملت بي عملا حسنا. الفقراء معكم في كل حين اما انا فلست معكم، انا مش موجود. الفقراء معكم في كل حين ومتى اردتم ان تفعلوا بهم تستطيعون. اذن كان المسيح يتوجع ويتألم كإنسان يعبر عن احتياجاته النفسية. فكان لازم الفرشة دي معلش خدت وقت، لكن علشان لما نقول انه كان المسيح وسط عائلته يعاني من كذا وكذا، ارجوكم فكروا في هذا في هذه المعاناة او في هذا الثقل الذي يلقى عليه، وانه اثره على انسان طبيعي. مش لانه المسيح سوبر هيومن بينج، نو، هو كان هيومن بينج، كان انسان عادي طبيعي. خليني ادخل لاول حاجة في انجيل يوحنا اصحاح 7 في جزء مهم قوي، هاخد منه نوعين من الألم. النوع الأول بيقول في عدد 5 لأن إخوته أيضا، ومهم قوي أيضا دي، لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. أنا عايز أسمع منكم يعني تصوركم عن المعاناة النفسية لشخص يعيش في عائلة لا تؤمن به، ولا سيما أنه الكتاب حطها في صورة برضه فيها نغمة رثاء. لأن إخوته أيضا، يعني مش كفاية عليه اللي برة، لكن ده حتى كمان من جوة إخوته لم يكونوا يؤمنون به. أحباء الشبان، ما هو تصوركم لمعاناة شخص يعيش في عيلة لا تؤمن به؟ أبدأ بباسم. أول حاجة معرض أنه يشعر بالصغر، ومعرض أنه يشعر أنه ما عندوش ثقة بنفسه، ومعرض أنه يشعر أنه يعني مضطهد ومكروه. وأعتقد ده ممكن يبقى بيديه نوع من الإحباط أنه ما يقدرش يعمل الشغل بطريقة صح، ما يقدرش يطلع برا، يعني حاجة بتخليه مش حابب يكمل. فدي بتهيالي نقطة ضعف كبيرة قوي ممكن يتعرض لها واحد بيته مش مقدره. أكيد هيحس إنه قليل وما عندوش قدرة إنه يعمل الحاجة بنفس القوة اللي هو حاسس إنه ممكن يعملها بيها. فطبعا دي معاناة في رأيي. عدم الإيمان بالطفل في البيت من وجهة نظري كطبيب نفسي شيء كارثي، لأنه الطفل يستقي تصوره عن نفسه من عيون أهله.
هو لا يعرف نفسه، هو يعرف نفسه من خلال ما يقوله أبي عني، ما تقوله أمي عني، من خلال ما يقوله إخوتي عني، فيكون تصوره عن نفسه من أقوال ونظرات ومعاملات أهل. إذا كان الأهل لا يؤمنون به، هو لن يؤمن أبداً بنفسه بأنه يستطيع أن يفعل شيئاً، وهذا محطم لنفسية الطفل. أنتوا شايفين في الناحية الواقعية الأهل النهاردة كيف يعبروا عن إيمانهم بأطفالهم؟ إزاي ممكن الأسرة تعبر عن إيمانها بطفلها؟ حد منكم عنده تصور كيف تعبر الأسرة عن إيمانها بطفلها؟ متهيألي بيبقى التشجيع أول حاجة، إنه دايماً بتبتدي الموضوع بإنه في محبة للطفل ده، والمحبة دايماً بتشوف الحاجات الكويسة قبل الحاجات الوحشة، فبتبقى شايفة في إيجابيات كتير بتحاول تكبرها فتنميه، ونبتدي نشاور على كل تصرف كويس، نقول التصرف ده كويس يا ريت نعمله تاني. كريستين أقطعك، إيه السبب من وجهة نظرك اللي بيخلي الناس ما يشوفوش الحاجات الكويسة اللي في الطفل؟ أنا بشوف كتير مرات إنه بيبقى الحاجات الكويسة باينة بس الأهل مش قادرين يشوفوها، من وجهة نظرك إيه السبب؟ أنا ساعات بحس إن أنا عندي المشكلة دي مع بنتي، حرصي قوي إنها تبقى كويسة جدا. في ناس كتير بيقولوا لي الدنيا كده كويسة قوي، بس أنا شايفة الحاجات الصغيرة لأني فارق لي إنها تبقى أحسن حاجة، فده يمكن بيخليني مش برضى بالحاجات الكويسة العادية اللي قد تكون مرضية لأي شخص تاني في الطفل ده. بالعكس، رغبتي انها تبقى افضل وتبقى افضل وتصلح كل الحاجات، او طبعا ما حدش بيصلح كل حاجه، بس تشتغل على كل حاجه لسه ناقصه، بيخليني دايما مشغوله بالحاجات اللي لسه علينا ان احنا نعملها. يعني الحاجات الكويسه بقول الحمد لله دي موجوده، الحاجات الاصغر هي اللي محتاجه ان احنا نركز عليها ونشتغل عليها، فبفضل يمكن اوقات كتيره اوجه بدافع المحبه والرغبه في انها تكون افضل، وتكون النتيجه ان احنا نوصل لمرحله ان احنا ننسى نعلن ايماننا بالحاجات اللي هي موجوده. يمكن بيحصل في اوقات حقيقي. في منتهى الخطوره ان نهمل اعلان ايماننا باولادنا. اتمنى من قلبي ان لا يعاني الاطفال هذه المعاناه في البيوت، انهم يحتاجون بشده لمن يؤمن بهم. يحتاج يقول له انا بؤمن انك انت عندك كذا وتقدر تعمل كذا. شيء مؤلم أن لا يجد الإنسان من يؤمن به ولا سيما في عائلته. يسوع عانى هذه المعاناة، إخواته أيضا لم يكونوا يؤمنون به، وأعتقد أنه خرج إلى المجتمع وهو يعاني هذا، والحقيقة لا أجد عذرا لإخوته أن لا يؤمنوا به. يعني ما عنديش نصوص كتابية عن المرحلة اللي قبل 30 قبل ما يخرج للعالم، لكن ما أقدرش استبعد أبدا أن المطوبة حكت لهم شيئا عنه. ما قدرش أبدا أستبعد أن مريم صمتت طوال 30 سنة ولم تخبر إخواته بمن يكون هذا الشخص. لا أعتقد أبدا أنه في محيط العائلة لم تعرف العائلة ماذا صار للجنين في بطن إليصابات عندما دخلت مريم عليها وارتكد الجنين في بطنها. أكيد القصة ذاعت وعرفت، ما عذرهم أن لا يؤمنوا به؟ والكتاب سجل لم يؤمنوا به بعد ما خرج وابتدى يصنع المعجزات وابتدى يبرهن على من يكون، لكن للأسف الشديد لم يؤمنوا به. أنا بشوف يا كريستين ربما السبب اللي أنت قلتيه حرصنا الزائد ممكن يكون تفسير جيد لأم مع بنتها، لكن مرات بين الأخ وإخواته بيكون الحسد والغيرة والأنانية والمشغولية بالذات، وهذا ما وجدناه في يوسف عندما قص على إخوته ما أعلنه الله له، حسدوه ولم يؤمنوا به واحتقروه. هذا ما عانى منه داود بين إخوته. مرات أنانيتنا بتمنعنا من الإيمان بإخواتنا. قبل ما ننقل لنوع تاني من الألم، يهمني قوي أن أقول كيف تفاعل يسوع مع هذا الألم، واكتفي بحاجة واحدة، أنه كان يكفيه أن السماء أعلنت إيمانها به. عندما فتحت له السماء
وسمع صوت من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. بقدر استنتج منها رسالة، إذا قصرت العائلة أو قصرت كل الأرض أن تعلن إيمانها بك، يكفيك أن تعلن السماء إيمانها بك. كان هذا شافيا لاحتياجاته. لكن يبقى السؤال ليكم، محدش فينا السماء هتتفتح له وهيسمع صوت بيقول له أنا أؤمن بيك. عشان كده عايز أسمع منكم وأبدأ بعصام، كيف ممكن يا عصام في حياتك الشخصية تتلقى رسالة من السماء أنها تؤمن بك وأن الله يرى فيك شيئا جميلا وجيدا وأن الله يستطيع أن يصنع شيئا له قيمة من خلالك؟ هل ممكن فعلا نتلقى رسائل من السماء بهذا المعنى؟ وإذا كان ممكنا كيف يكون شكل الرسالة؟ كيف نتلقاه؟ يعني أعتقد ده بيحصل على مستوى العلاقة الشخصية مع الله في الوقت اللي بقعد فيه لوحدي مع الله، وخصوصا في أوقات الإحباط يعني، أو خصوصا في أوقات لو الخدمة مش كويسة أو الواقع مش بيقدرني كويس، فبحس أن الله ساعات أوقات كتيرة بيدي رسائل الصغيرة ديت أنه أنا لسه ما خلصت الشغل معاك وعندك خطة وحياة. أنا في صورة استنارة فكرية مثلا، بالضبط بحس أنه دوت رسالة من خلال العلاقة مع الله يعني. سيلفيا، انا بحس ان الرب في حته انه يبقى مؤمن بيا بتيجي كارضيه، مش نتيجه اللي بعمله يعني. الناس محتاجين عشان يؤمنوا بيا يشوفوا حاجات، لكن الرب اسلوبه معانا انه من البدايه مؤمن بيك يعني، من البدايه انا مديك حاجات وعارف ان في ضعفات، فالايمان الاساسي بيا هو اللي بيشجعني. ازاي بتفهمي دي يا سيلفيا؟ ازاي بتوصل لك رساله وقت الاحباط زي ما قال عصام مثلا او بدون احباط؟ السماء بعتالك بتقولك على فكرة أنا أؤمن بيك. مع يسوع كانت المسألة واضحة جدا، السماء تنشق، ودي كان لها يعني احتياج خاص أنه يعمل كده، مش بس علشان رسالة ليه هو، لكن علشان اللي حواليه كمان. لكن أنت في حياتك الشخصية بأي طريقة بتتقبلي هذه الرسالة؟ هي أرضية بتبقى مبنية عندي متغلغلة في كل حياتي يعني. أنا لو هستنى من الكتاب، من الكتاب، من الكتاب طبعا يعني، الرسائل من إعلانات الكتاب. رائع جدا. صامول، انا شايف انه زي ما بيقول في سفر ايوب صحاح 33 في عدد 14 بيقول لكن الله يتكلم مره وباثنتين لا يلاحظ الانسان، في حلم في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المضجع. فانا حاسس انه الله ممكن يطاردني بالرساله دي لو انا ما سمعتهاش في الكتاب وشكيت فيها وقلت زي جدعون انه انا عشرتي هي الذله في منسة وان انا اضعف واحد، فهيطاردني برضو. ممكن يجي لي في حلم، ممكن يجي لي في مؤتمر، ممكن يجي لي على شاشة التلفزيون وانا بتفرج، يبعت لي رسالة تشجيع ويقول لي انا محضر لي خطة عظيمة يعني، من خلال كلمة برضو. من خلال كلمة اعتقد، ومن خلال مقابلة كمان. انا اعتقد ان الامر مقابلة دي ازاي يعني هتشوفه؟ انا اعتقد انه لان الله روح فالذين يسجدون له بروح والحق ينبغي ان يسجدوا، فاعتقد المقابلة بتبقى بين روحي وروح. انا لو ما نعمتش بالمقابلة بين روح الله وبين روحي أنا مش هعرف أشوف نفسي في عينيه. لو حد بيسمعنا دلوقتي يقول ده كلام ميستيريوس شوية، كلام غامض يعني، يعني أنا مشتاق أني أسمع رسالة من الله تؤكد لي أنه مؤمن بي. قريت الكلمة صحيح، مرات بتيجي، مرات بتيجي استنارة، بس لسه برضو مش قادر أصدق أن الله مؤمن بي. هل في طريقة تاني؟ كريستين عايز تقولي حاجة؟ أنا في الموضوع ده بحس قوي كل شخص في حد ذاته مميز، هو مش محتاج يعمل اي حاجة غير انه يشوف نفسه بس يعني. ربنا خلق الناس ما فيش اتنين ليهم نفس بصمة الصباع، فيش اتنين ليهم نفس بصمة العين، ما فيش اتنين ليهم نفس الصوت يعني. ببساطة كده لما بقعد افكر لو انا عندي اتنين عين ومناخير وبق، عايز اعمل منهم اشكال ملايين البني ادمين، ازاي ما يتكررش شكل؟ ازاي يعمل كل ده؟ فانا حاسه انه حتى لو كان ربنا يمكن اشخاص عندهم امراض معينه، يمكن اشخاص عندهم قدرات اقل، بس كل حد مميز. ربنا لما خلقنا خلقنا مميزين، كل حد ليه بصمه خاصه بيه. انت بترجعي يعني الامر الى ايمانك بعظمه الله في خلقه. ما دام خلقني فانا مؤمن انه مؤمن بيه، هو مؤمن وما خلقنيش عادي، وما خلقنيش عادي. رائع. باسم، انا عايز اضيف خاصيه هي عامله زي خواص الموبايل اللي ممكن ما نبقاش يعني فاهمين ان هي مفيده جدا، ودي ما اكثر او ما اكثر، بس يعني فكره الجسد وفكره اخويا اللي في الجسد
دي خاصية احنا مش بنستخدمها كتير. فأنا محتاج للمسيح اللي في حضرتك أنه يشجعني ويقول لي عن نفسي حاجات كتير، وده اكتشاف من الاكتشافات اللي أنا في الوقت الحديث اكتشفتها. فخلوتي الشخصية دي خاصية مهمة جدا، وهو نفسه هيتراءى ليا في أخويا اللي في الجسد وهيكلمني عنه كلام مميز. فهي الفكرة أن أنا محتاج أن أنا أطور العلاقات اللي حواليا ونقيها واستخدمها، وأطالب الجسد ده بأنه يساندني في أوقات ضعفي. رائع، شكرا يا باسم. واحدة من أهم الطرق التي يتكلم الله بها إلي ليعلن إيمانه بي إخوتي. عندما أسمع رسائل التشجيع من إخوتي أنهم استفادوا مني، أني أثرت في حياتهم، أني فعلت شيئا ولو بسيطا لإسعاد شخص فيهم، هذه رسالة من الله يخبرني من خلالها أن الله مؤمن بي. أيضا أعمال العناية الإلهية، أعتقد ما حدش فيكم اتحرم من موقف أقدر أقول معجزي، الله يفعل شيئا ربما بدون سابق إنذار أو سابق ترتيب بشري، يبلغك من خلاله رسالة أن بك شيئا مميزا، أن الله يؤمن بك وخلقك وهو يعرف قيمتك. هذا ما عاناه المسيح في عائلته، عانى من عدم إيمان إخوته به، لكنه كان فرحا ومكتفيا بأن السماء تؤمن به. أعتقد كان يخط منهجا لنا، إذا لم يؤمن الناس بك يكفيك أن السماء تؤمن بك. هل هناك معاناة أخرى عناها المسيح؟ بلا شك هناك الكثير، وكيف تعامل معها هذا ما سنتناوله بعد الفاصل، فابقوا معنا. أرحب بكم مجدداً أحبائي المشاهدين، ونستكمل حلقتنا عن الألام التي تألم بها المسيح وسط عائلته. بلا شك الألم عندما يأتي من الأقربين يصبح ألماً شديد وصعب الاحتمال، لكن المسيح تعامل بطريقة حكيمة ورائعة. استكمل معكم يا شباب النوع الثاني من الألم. بس قبل ما أقول النوع الثاني من الألم، سيلفيا قالت حاجة جميلة في الفاصل، الأمر ده ما أثرش على المسيح، عدم إيمان عائلته به. كنت بتقولي إيه يا سيلفيا؟ الشخص لما بيتعامل معاملة معينة وهو صغير، خصوصا لو معاملة سلبية، يا إما بيعمل كده في الناس اللي بيتعامل معهم، يا إما بيعوض. يعني الشخص لو تعامل وحش بيعامل عياله كويس أو بيعاملهم وحش. فهو الرب استخدم الطريقة الصحية، يعني كان عنده سواء إنه اللي حصل فيه بالعكس بيقدره، لما يشوف خاطي هيحس قوي بنظرات الناس لي، إزاي بيحس بالشعور بالنقص. فكرة رائعة، خليني أكدها لك يا سيلفيا، بأن المسيح آمن ببطرس في الوقت الذي فقد الجميع إيمانهم به. بطرس نفسه فقد الإيمان في نفسه، وفي بطرس نفسه، برافو عليك. فعندما الكل توقع أن بطرس لا يصلح لأي شيء، وهو نفسه رأى أنه لا يصلح لشيء، جاء يسوع ليقول له ارعى غنمي وستكون الأول وستموت شهيدا لأجلي. رائع أن تجد شخصا يؤمن بك، ونحن سعداء أن لنا إله. أنا إيماني أنه لا يكف عن أن يرسل لنا رسائل أنه يؤمن بنا. وأكد على كلام باسم، ياريت نكون إحنا الوسائل اللي بنوصل، البوستاجية اللي بنوصل الرسالة دي لإخواتنا، أن الله يؤمن بهم وأن الله له خطة عظيمة في حياته. الأمر الثاني، أنا شيء بشوفه مؤلم للغاية الحقيقة، ونفسي تشوفوه معايا في نفس المقطع ده اللي قريناه في يوحنا 7. إخواته قالوا له في عدد 3، فقال له إخواته انتقل من هنا، يقصده من الجليل المحتقر، واذهب إلى اليهودية. يعني اطلع من القرية في الريف وروح القاهرة، روح اسكندرية، روح بلد كبيرة، لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل، لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانية. دي أول كلمة أقف قدامها. الكلمة الثانية، إن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم. تفسيري لعدد 4 ببساطة شديدة، ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانية،
وانتم مين اداكم الحق انكم تستنتجوا انني اريد ان اكون علانية؟ مين قال لكم وجبتوا منين ان انا بعمل الاشياء دي في الخفاء كي اعرف واشتهر واكرم من الناس؟ اني اعملها حبا في ابي وطاعة لمشيئة ابي. بالعكس، انا احيانا الاعمال دي بتجلب علي معاناة، وكان ردوا على اليهود ابي يعمل حتى الان وانا اعمل، انا بعملها لان الاب عايزني اعملها. بس مخكم متركب بطريقة جزدانية، ما بتشوفوش الأمور إلا بطريقة سطحية، إن اللي بيعمل شيء حلو ما بيعملهوش غير علشان يتشهر ويمدح ويكرم من الناس. هذا الفكر عندما تواجه به من الأحباء طعنة في قلب المخلص. ياه اختزلت معاناتي وصراعاتي وطاعتي لله وجهادي لكي أكرمه، اختزلتها كلها في أني أفعل هذه الأشياء لكي أكون معروفا؟ هل تسطح وتتفه الأمور العظيمة إلى هذا الحد؟ وهل قراءتك لي غبية إلى هذا الحد؟ هل لم ترى في شيئا إلا شخصا يريد أن يكون علانية؟ أنت تفكر طبقا لمن أنت تكون، وأنت لا تدري أني أختلف عنك كل الاختلاف. كان شيئا مؤلما لقلب المسيح. الكلمة اللي بعديها تأكدها أكثر، إن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم. أصله ما حدش يقدر يعمل هذه الأشياء إلا ويكون غرضه من وراها أن يظهر نفسه. فأنت بتعملها، أنا لو منك وبعرف أعملها ده أنا كنت أهد الدنيا. بس أنت غريب الأطوار، أنت بتعملها ومش عايز تظهر، غريب قوي. اللي يعمل دي لازم يكون قصده ونيته انه هو عايز يظهر. فانت مش واخد بالك ولا ايه؟ ما تروح. وطبعا انا اعتقد ان تشجيعهم له ان يذهب الى العيد والى اورشليم وان يظهر، وساعتها بقى لما يعمل الاعمال دي كلهم يتمحكوا فيه ويقولوا للناس احنا اخواته، بقى ساعتها بقى يبقى اخونا. بنؤمن بيه ولا ما بنؤمنش بيه ده مش موضوعنا، ده بعدين. بس المهم يعني ناخد من الكعكة دي حاجة، وناخد من الحب جانب، والهيصة اللي تتعمل له برضو احنا نبقى فيها. فانت اخونا وحبيبنا بقى ساعة لما تاخد الشهرة، فروح خد الشهرة علشان احنا ننال من الحب جانب. عندما تعيش في بيئة كهذه ووسط جماعة تعاملك بهذه الطريقة، اعتقد انه شيء قاسي جدا على النفس أن يساء تفسير دوافعك، وأن لا تفهم قراراتك كما تريد لها أن تفهم، وأن تكون قراءة الناس لك بلغتهم الخاصة وليس باللغة التي أنت ترسلها وينبغي أن تفهم بها. فأقدس الأمور الروحية تفسر على أنها أردأ الأمور جزدانية، بلا شك شيء شديد ومؤلم. توافقوني؟ عايز اقول يا دكتور كمان ان ده اتهام ضمني، يعني اسف التعبير، بالغباء. يعني هم بيتهموه انه انت كمان مش بتفكر كويس، يعني بعد الاتهام بانه بيفكر بشكل عايز شهرة، لا، في اتهام اعظم انا شايفه في الكلام، اصعب كمان، انه حتى وانت عندك الموهبة دي بس انت مش بتتصرف صح، عندك حاجة قصور في التفكير، احنا ممكن نعمل احسن منك يعني. فدي اصعب وقعا برضو على المسيح اعتقد، برضو نحطها تحت اطار محدش فهمه. باسم، انا شايف انه كمان المسيح هنا تعرض لتجربه من التجارب اللي احنا ما بناخدش بالنا منها قوي. يعني انا ممكن حاجه زي كده كانسانيتي تغرق ان انا اروح اعمل كده فعلا، فدي تجربه صعبه قوي. رائع فعلا، لكنه لم يخضع لهذا، وحتى لما صعد الى العيد لان الاب اراده انه يصعد، صعد خفيه، ومش صعب عشان يعمل معجزات لكن لكي يعلم. رائع يسوع. أنا عايز أختم النقطة دي وأقول كيف تصرف يسوع تجاه عدم فهم الآخرين له. أنا بيجي لي شباب كتير، أتقابل مع ناس كتير ويقول لي بدموع أنا بعاني أنه ما حدش بيفهمني. تعرفوا برد عليهم بقول لهم إيه؟ طب وإنت فاهم روحك؟ وإنت فاهم روحك؟ طبعا بيصدم. أنا الحقيقة بشوف إن أروع شيء أواجه به عدم فهم الآخرين لي
أني أبذل الجهد لكي أفهم نفسي، وعندما أفهم نفسي سأجد عزاء عظيما أو شفاء كبيرا، وفي كلتا الحالتين أنا اللي كسبان. طبعا يسوع كان فاهم نفسه كويس قوي، هو رد عليهم كلام أنا متأكد أنه ما فهموش منه أي حاجة، بس هو كان عايز يوصل لهم أنا فاهم نفسي. بصوا الرد اللي قاله، رد بديع إزاي. فقال لهم يسوع في عدد 6: إن وقتي لم يحضر بعد، وأما أنتم فوقتكم، وأما وقتكم ففي كل حين حاضر. إيه وقتي لم يحضر بعد؟ وقتي حيث أكرم من العالم، عندما يأتي العيد، عيد المظال الحقيقي، ويعترف كل لسان بيسوع أنه رب، ده لي وقته، بس وقتي لم يحضر بعد. أنا عارف وفاهم وقتي لم يحضر بعد، أما أنتم وقتكم في كل حين حاضر. لا يقدر العالم أن يبغضكم، ولكنه يبغضني أنا، لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. إن رسالتي في هذه المرحلة ليس أن أبهر العالم، لكن أن أشهد على العالم، وأنا أعرف ماذا يريد مني أبي أن أعمل وأعمله. وإن كان ما يريده مني أبي سيجلب لي بغضة العالم، سأفعله. أنا لا أبحث عن رضا العالم، ولا أريد أن يصفق لي الناس، لكن أريد أن أرضي أبي الذي أرسلني. اصعدوا أنتم، روحوا أنتم. أنا متأكد أن إخواته ما فهموش، توافقوني على الكلام ده؟ يعني اللي خلوهم ما فهموش من الأصل ده وافعه، فأكيد الكلام ده ما فهموش، بس أكيد الكلام ده بيؤكد أنه هو كان فاهم نفسه. هو فاهم نفسه موجود ليه؟ هو فاهم نفسه هو مين؟ هو فاهم نفسه الوقت اللي هو فيه ده بتاع إيه؟ وإيه الرسالة اللي عليه؟ شوفوا يا شباب، أنا بقول لكم نصيحة محبة: لكي تحفظوا أنفسكم من ألم عدم فهم الآخرين، ابذلوا الجهد لا أن توضحوا أنفسكم للآخرين بقدر ما أن تبذلوا الجهد لكي تفهموا أنفسكم. إذا فهمتم أنفسكم، وإذا صوب الناس حولكم كل سهام النقد الهدام، ستجدون أنفسكم ثابتين لأنك فاهم. وربما في محاولتك لفهم نفسك تكتشف في نفسك أخطاء ما كنتش عارفها، لم تكن تعلم عنها شيء، ساعتها تبقى فرصة للشفاء. فالمسيح يقدم لنا نموذجا إن فهم النفس أروع شيء نقابل به عدم فهم الآخرين. نوع الألم الثالث الحقيقة اللي بشوفه تعرض له المسيح هو عدم التقدير. في إنجيل مرقس أصحاح 6: فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. وأنا بيتهيالي إن كان كل مرة بيشعر بألم أكتر، لغاية ما أنا متألم لأنه مليش كرامة في وطني، مليش كرامة وسط أقربائي، ويصل الألم إلى قمته ومليش كرامة في بيتي وفي بيته. لا أعرف يعني ما هي الحوادث التي كان يصفها بهذا الكلام، لكن أكيد كان عنده مواقف معينة في بيته ما كانش بيعامل بكرامة لائقة به، لم يكن يعامل بكرامة. لكن من الجانب الثاني أرى أن المسيح تجاوب مع هذا النوع من الألم بواقعية شديدة جدا، واقعية جميلة، بأنه أولا أنا مش لوحدي، ثانيا أنا لست، وما بيكلمش عن نبي، ليس بلا كرامة مطلقا، لكن هو بلا كرامة في وطنه وبين أقربائه وفي بيته، لكن ليس بالمطلق، فهو له كرامة. إذن عالجها بواقعية شديدة من ناحيتين: أولا أنا لست وحدي في هذه المعاناة، فكل الأنبياء عانوا هذه المعاناة، والأمر الثاني أني لست بلا كرامة مطلقا، فأنا منساش أبدا أن المرأة الخاطئة كسرت قارورة الطيب على قدمي ومسحت قدمي بشعر رأسي. أبقى غير منصف لو تجاهلت حب الناس وتقدير الناس، أبقى غير منصف لو تجاهلت أني نلت إكراما عظيما من كثيرين في أماكن مختلفة. هذه الواقعية الجميلة في شخصية المسيح أشوف أن احنا محتاجين إليها، بأن نتعامل مع الألام التي تأتينا من عائلتنا بواقعية، ما نكونش من هذا النوع اللي
يضخم جدا الألم ويرثي لنفسه ويتجاهل أشياء كثيرة إيجابية في الحياة. النوع الرابع والأخير بشوفه في إنجيل مرقس أيضا أصحاح 3، وده أسوأ أنواع المعاناة الحقيقة، الإيذاء بقى. بيقول في مرقس 3: فاجتمع أيضا جمع حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز، ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختل. وأما الكتب الذين نزلوا من أورشليم فقالوا إن معه بعلزبول وأنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. هنا بقى وصلنا لمرحلة يعني متقدمة قوي في الأذى، مش مسألة عدم إيمان ولا عدم فهم ولا عدم تقدير وإكرام، لكن إهانات وإذاءات. ولما يقولوا عنه أنه مختل يعني أقوال عقلية مش مظبوطة، على طول في ذلك الوقت بتتفهم أن ليها علاقة بالأرواح الشريرة. وعشان كده مرقس على طول ذكر بعديها الأذى اللي جايله من الكتبة، أنه ماشي معهم في نفس السكة، أنهم قالوا أنه ببعلزبول يخرج الشياطين. الحقيقة ده كان أشد أنواع الأذى على المسيح. واجه هذا النوع من الألم بأروع وسيلتين صحيتين أتمنى أن أتعلمهما من سيدي. الطريقة الأولى أنه يعبر عن الألم، وقد عبر عن الألم في هذا الموقف، وعبر عن الألم بشيء يعني شديد للغاية، وقال لهم: الحق أقول لكم إن كل تجديف للناس يغفر، لكن التجديف على الروح القدس لن يغفر. قال لهم إن اللي بتعملوه ده إهانة شديدة وتجديف، وليس تجديف علي أنا. لو كان علي أنا مستعد إني أغفر، لكن أن يكون الروح الذي فيه، الذي به أعلم وبه أخرج الشياطين، تقولون عنه أنه رئيس الشياطين، فهذا لن يغفر. وضعهم أمام مسؤولية رهيبة، وضعهم أمام خطأهم وأمام مسؤوليتهم تجاه هذا الخطأ، عليهم أن يتصرفوا لأن وضعهم خطير، فعبر عن ألمه. الأمر الثاني استعمال المنطق بشكل جميل وعظيم في تفنيد الأذى الذي لحقه من اتهامهم. فند الاتهام: أنا ببعلزبول أخرج الشياطين. شوفوا المحاجة المنطقية الجميلة والدفاع الذي دفع به. فدعاهم وقال لهم: تعالوا بقى، لا تعالوا نتفاهم في اللي انتوا بتقولوه. قال لهم بأمثال: كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا؟ وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت، وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت، بل يكون له انقضاء. بص الحجة وراء الحجة وراء الحجة، إنه من المستحيل أن يكون اتهامكم لي اتهام صحيح. لا، شوف كمان: أنتم تتجاهلون حقيقة واضحة وجلية، لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب أمتعته. لقد حررت كثيرين من أبنائكم، حررتهم من قيد الشيطان. الاستنتاج المنطقي يقول أنه كان من المستحيل أن أحررهم من قيد الشيطان لو لم أكن قد ربطت القوي أولا، فأنا لست منقادا من الشيطان، أنا الذي ربطت الشيطان. وإذا الشيطان ينقسم على ذاته كيف تثبت؟ وإن انقسم بيت على ذاته كيف يثبت؟ وإن انقسمت مملكة؟ يعني منطق وراء منطق وراء منطق ليفند هذا الاتهام. أنا لا أطلب من الله أن أحصل على أروع من هذه العطية، أن يكون عندي الذكاء الوجداني أن أعبر عن ألمي عندما أتألم، وأن يكون عندي الذكاء المنطقي أن أفند اتهامات الآخرين عندما أتهم. عانى المسيح عدم الإيمان به، لكن كان يكفيه إيمان السماء. عانى المسيح عدم فهم الآخرين له، لكنه وجد العزاء في أنه يفهم نفسه. عانى المسيح عدم الإكرام من عائلته، لكنه كان واقعياً ووجد الشفاء في أنه يجد الإكرام من الآخرين، وليس وحده الذي لا يكرم في بيته.
وعانى المسيح من الإيذاء والاتهامات الكاذبة، لكن كان في تعبيره عن ألمه وفي تحليله المنطقي لتهم المتهمين تعزية وشفاء. كنت أتمنى يا شباب أني أستمع إليكم، لكن وقت حلقتنا انتهى. أحبائي، إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى حول المسيح الذي لم نعرفه، أترككم والرب معكم.